أثار فوز المرشح المقرب من الإصلاحيين حسن روحاني بالرئاسة في إيران فرحة كبيرة عامة الشارع الإيراني، فرحة بعملية انتخابية بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 70%، وقد تكون فرحة بوصول رئيس معتدل يدعو للانفتاح نحو الخارج وإنهاء تشدد محافظ دام لثماني سنوات. لكن الاحتفالات ستنتهي قريبا ليواجه الرئيس على طاولته بعبء ثقيل كما يقولون. نحن انتخبنا روحاني لشعاراته المعتدلة ونرجو منه تطبيقها كاملة وألا ستبقى شعارات. نحن ننتظر منه التركيز على المشاكل الاقتصادية، وبالفعل لدينا أمل. المباركة الرسمية بدأت من المرشد الأعلى علي خامنئي إلى المرشحين الخمسة الذين أعلنوا رضاهم عن النتيجة، فالفرق واضح بين روحاني وقاليباف الذي احتل المرتبة الثانية بفرق 11 مليون صوت عن روحاني. حسم النتيجة من جولة واحدة كان مفاجأة في وقت كان يدرك فيه الجميع قوة المحافظين، ووسط توقعات بتوزع أصوات الناخبين وعدم حصول أي من المرشحين على نسبة النصف زائد واحد. المحافظون لم يتفقوا على مرشح واحد ولم يوحدوا شعاراتهم، وروحاني كان ذكيا فيما طرحه ببرنامجه، وهو ما شد الناخبين إليه من كل الأطياف. وصول الشيخ الدبلوماسي إلى كرسي الرئاسة يعني أمورا كثيرة، أولها إنهاء ذكرى احتجاجات عام 2009 والتي اعترض فيها بعض الإصلاحيين على فوز نجاد بولاية الرئاسية الثانية، وثانيها ترقب سياسات جديدة في التعامل مع الخارج وفي الداخل. بكل الأحوال إيران تقول اليوم إنه لا ضير من تعددية حزبية على الساحة السياسية وعلى سيناريوهات جديدة قد تكون مفيدة في سياستها. فرح زمان شوقي، المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال، طهران.